كتيره هم بيسالوا فيها. فالطبيعي ان الاسئله دي يا اما عندنا اجابه لها يا اما هنتفق مع بعضنا نحاول نطلع اجابه لها. فالطبيعي ان الوقت ده والعصر ده ولاد ربنا سبحانه على ما برمجهم ومركب لهم عقلهم عشان يناسب العصر اللي احنا فيه. المشكله فينا احنا ككبار مش مشكله في الصغير. معلش بقى احنا كده بنتكلم ايه مشكلتنا ككبار في المدرسين في المدرسه اللي يعني بيتعبوا جدا وبيجتهدوا جدا والاباء والامهات في البيوت ان الحاجات اللي قدام الاطفال دول والجيل ده قضايا كتيره قوي هم شافوها. ما نقدرش نقول لهم ما تشوفوش الكلام ده ما دام حاجه مسموح لهم يشوفوها في سنهم يعني وعايشين الحياه دي قدامهم وده بيخليهم يطرحوا اسئله اكتر. الطبيعي ان احنا لو ما عندناش اجابه لها ان احنا هنخش على الكمبيوتر والانترنت والموبايل والتابلت واللابتوب وندور على الاجابات دي مع بعضينا. فالاسلم بدل ما نقعد مع بعضينا في ذاكر طب ما تيجي نشوف اللي انت بتذاكره ايه. لان برضه احنا عندنا مشكله مع المناهج الجديده، المناهج الجديده متاخره ده كان لازم تنزل من زمان. لكن فيها كم معرفي كتير قوي. وهو لما انا اعيش خلي بص ورجعنا لبعض تاني مش احنا كاخوات بنعمل في بعض عمايل جامده قوي؟ ها؟ بس في الاخر ايه؟ بنرجع ايه؟ ده بالعكس ده احنا بنرجع اقوى كمان. يعني حتى النظامات والحاجات الوحشه ديت على فكره مش وحشه قوي للدرجه دي بس ما تبقاش فيها خطا. ما يبقاش فيها قله ادب. ما يبقاش فيها نكسر حاجه، صح متفقين؟ عشان احنا كده كده هنختلف ونرجع لبعض. الاخرين اللي انفصلوا عن بعض دول يبقى هم لا حققوا كلام ربنا فينا ولا خدموا نفسهم ولا خدموا المجتمع. يبقى احنا امتى نتطابق مع بعضنا اكتر؟ كاسره واحده عارفين يعني ايه قواعد وعارفين يعني ايه ان لنا حقوق وعلينا ايه وان احنا مع بعض هنختلف وهنرجع تاني. فما نعرفش بقى نختلف بالغلط قوي ونعمل حاجات مش صح قوي. صح كده يا استاذ احمد؟ المبدا ايه يا جماعه؟ المبدا واحد. المبدا اللي احنا بنتكلم عنه والمبدا اللي احنا شغالين عليه حاجه واحده بس. ربنا خلقنا نعيش في اسر وربنا حط لنا قواعد حتى اللي فقد حد في اسرته ازاي ان احنا كمجتمع نتعاون بقى مع بعض ونتكافل مع بعض عشان نساعد الشخص ده. فحتى اللي حد اللي فقد حد في اسرته بنلاقي احنا كمجتمع بنتكافل كلنا ايه؟ مع بعضين وبالتالي هنظل وحده ايه؟ واحده. امتى نظل وحده واحده؟ لما نكون مترابطين مع بعض في مجتمع واحد وفي اسره واحده. دي بس كانت مقدمه لبرنامجنا النهارده ومعلش يعني وقتنا ايه؟ ما اسعفناش ان احنا نتكلم اكتر واكتر. انا عندي مشكله الملل من كتر ما بقول لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه. طول الوقت انا عارفه ان الموبايل غلط عليهم، عارفه انه ما ينفعش يقعدوا عليه طول الوقت، بس انا ذات نفسي انا مش عارفه امنحهم انهم يقعدوا عليه لانه انا مش قادره اقدمهم البديل. ايه البديل؟ أول حاجة كنت بتكلم هو طبعا ده موضوع لوحده بس هو أول حاجة إحنا ليه مصرين على إن إحنا عندنا مفهوم صح عندنا إحنا ككبار وهم اللي غلط. بمعنى دلوقتي الموبايل بقى ضروري ده أصبح متطلب حياتي وبالتالي هي الفكرة مش إنه يمسك الموبايل قد إيه. يعني حتى إحنا قواعد كنا بنحطها من 10 سنين في كلية التربية اتغيرت. يعني مثلا كنا بنقول مثلا ايه؟ نص ساعة في اليوم. ما اقدرش على نص ساعة قليلة جدا. لأن احنا كنا خايفين من حاجات تانية، يعني خايفين من مشكلة الأوتيزم، خايفين من خصوصا الأطفال الصغيرين. دلوقتي أنا عندنا برامج للأطفال بتاع كي جي 1 وكي جي 2 ما تشتغلش على الموبايل. فالحل ايه؟ الحل بعد كده يا شباب احنا هنعمل ايه؟ يا أولاد الحل إن احنا نغير مفهومنا في التعامل مع القصة دي. تاني حاجة يمكن كنت في نفس الأستاذ حضرتك بعض الناس سمعت النقاش ده مع بعضنا إن Thank you.